محافظة قنا طبعا زي محافظات أخرى في الصعيد هي فيها يعني هويات اجتماعية وانتماءات عائلية وغيره، كان في كثير من الأوقات بيبقى ده يعني في حساسيات موجودة وفي بعض المشاكل هنا أو هناك، لكن من الواضح لي حتى الآن كملاحظة يعني كمراقب خارجي بأنه واضح أن في علاقة عكسية ما بين كلما زادت المشروعات وزادت جهود الدولة في التنمية كلما قلت هذه الحساسيات ويعني ما يمكن أن يترتب عليها. هل دي ملاحظة دقيقة ولا دقيقة جدا؟ دي حقيقة فعلا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني نتكلم مثلا، هدي مثال صغير. عندنا حمر دون وبحزام، وإحنا عارفين قد إيه كانت مغلقة وما كانش فيها أي تنمية نتيجة الخصومات الثأرية العنيفة والوفيات اللي كانت بتحصل فيها، صحيح، وما كانش في مسؤول بيخشها. الحمد لله انا دخلتها وظبطتها وقعدت مع الناس، عيدت معاهم في العيد وصليت معاهم في العيد الكبير، وبعد كده جبت كل المسؤولين معايا في المحافظه وقعدنا معاهم وسمعنا لهم وكل اللي قالوه، وكان في حضور الساده نواب مجلس الشعب، كان على طول الاستاذ مصطفى مكري كان حاضر معانا في اليوم دوت، وقعدنا معاهم وسمعنا كل مشاكلهم وحطينا حلول وافكار ليهم وبدانا ننفذها. فعلا بدات يعني الخصومات تقل وبدات النزاعات الثريه تقل، وبالتالي برضه نفس الكلام في الموضوع القبلي. يعني طبعا يعني الحقيقه يعني الناس هنا الحقيقه ناس راقيه وناس يعني عارفه مصلحتها فين، وفعلا التنميه اللي بتحصل على ارض الواقع بتغير فيهم تغير جذري. صحيح. طيب يعني حضرتك حضرت كل الافتتاحات خلال اسبوع الصعيد في الثلاث محافظات، وكان مع حضرتك زملاء محافظي الصعيد كله. يا ترى انطباعات انت حضرتك ايه من وانتم مع بعضكم، انطباعاتكم ايه عن هذا الاسبوع وانتم بتمارسوا العمل اليومي مع المواطنين؟ يعني ايه اللي تناقلتموه حوالين مدى تاثير ده على علاقتكم بالمواطن وعلاقتكم بالمسؤول وعلاقتكم بالنائب وعلاقتكم بالتنفيذي وبالمحلي؟ الاول طبعا احنا شعرنا بالفخر والسعاده ان احنا ربنا اكرمنا ان احنا موجودين في الفتره دي، لان بالامانه فعلا يعني فعلا احنا في جمهوريه جديده، ان شاء الله في 2030 مصر هتبقى في مكان تاني خالص. احنا فعلا احنا في الطريق السريع ليها، مش يعني حتى والكلام ده بالارقام، يمكن انا اديت لحضرتك جزء من الارقام لكن ده جزء قليل جدا من اللي موجود، يعني اللي هم في التصرف كتير جدا، انما فعلا حسينا بالفخر ان ربنا اكرمنا ان احنا موجودين كمسؤولين في الفتره دي، ان احنا اللي بنعمل الكلام ده واحنا اللي بنبني واحنا اللي بنتابع واحنا اللي بنشوف، وده شرف لينا كبير جدا. واقول لحضرتك يعني فعلا الواحد لما رحنا زرنا اسوان واللي بيتم فيها حاجه تشرف، وبرضه نفس الكلام كان موجود عندنا في قنا وموجود في اسيوط وفي كل جمهوريات مصر. انا لما بنزل والله انا يمكن ما اعرفش الكلام ده يليق اقوله ولا لا، انا بنزل اجازه بتوه فجأة اروح بيتك بعد ما بقعد هنا اسبوعين ثلاثه كده واروح اشوف ولادي يومين ثلاثه وارجع تاني، صحيح بتوه والله. يعني الدنيا بتتغير في كل حته،